العملية الانتخابية عملية صعبة ومعقدة في ظروف أيضا صعبة ومعقدة. لحد الآن لم تطرح أي قوة سياسية أو أي كتلة برلمانية متقدمة الانتخابات طلبا بالتأجيل. هناك معالجات كان لازم تصير في كل هذه القضايا منذ فترة طويلة توفر المال والجهد وأيضا ضمان نزاهة الانتخابات، ضمان نزاهة أي شيء آخر. الحكومة ملزمة بأن توفر البيئة الآمنة، هذا مسؤولية الحكومة، والحكومة عازمة على هذا الأمر.